شلونك ابو هاشم؟ هاشم ايش قد عمره؟ 21 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. ابو هاشم انت شنو دارس؟ انا ما دارس. ما دارس اصلا؟ لا في اي مدرسة، لان توفت والدتي انا خاف اسوي شفتي بشي ادري بيش رقيقة. ان شاء الله ما ابكي اني باوع جاي هنا قايلت لهم ماكو لا بكي ولا دمعه ولا ابد. توفت والدتي. اي ايش قد عمرك؟ انا عمري 10 سنوات توفت والدتي. الواحد انت مولود لو عند تعرضت حادث، ايش قد عمرك كان؟ عمري 10 سنين ابره وسخنتي. لا انت احكي لي من البدايه، اسال الوالده ماتت قبلها لو بعدها؟ لا انا متعوق وتوفت والدي. زين. اي زين، من كثر قهرها عليه توفت. المهم توفت الوالده، ظليت بيد نسوان مرت الابو. من مره نسوان مرت الابو تزوج اكثر من والدي متزوج خمسه، من واحده لواحده. زين خمسه؟ الله يرحمه. شفت الظلم ما شافه بشر. يعني هذه خليني اسميها هذه الترديشن التقليديه، الصوره التقليديه لمرت الاب اللي هي مخش ادميه دائما. لا 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 يعني لا شنو؟ لا ممكن يسويها. عندي واحده شريره دائما مرت الاب. لا مو شريره. بس اكو نوبات تحب لابنها ما تحب لابن زوجها. تأميني اشياء يعني تحصل عليها الها وجهالها. فما تفكر بهذا الشخص اللي شلون داري وشلون يسوي ده. سمعت والدي يقول لي زوجته، يقول له هذا راح يبقى عال عينه. فما قدرت صراحة، ظليت أشتغل. أشتغل هم ما يدرون بي، أبيع جقاير، أبيع أكلنيس، المهم على كل. شلون ما يدرون بيك يعني؟ شلون تطلع من البيت ولا ما يدرون؟ أي لو أنت تعرف المدرسة لو شو؟ لا ما عندي أي مدرسة، ما دخلت. زين أنت عمرك 10 سنين، ليش لحد الـ10 أنت ما داخل بالأول ابتدائي؟ أنت شو التهاب بسوالي. قبل توفى والدتك. ما دخلت مدرسة، والدتي كانت مريضة. زين؟ اوكي. ايوه كان ما حد يعني لها. كله. فظليت اشتغل. عشان تطلع ما يسألوك وين رايح وين جاي؟ لا يسألوني. اي بس اجي بوقت اللي اطلع بيه. اطلع رزقي وارجع عادي يعني. زين. اي. فالمهم اشتغل صباغ مال سيارات ويا اخوي. قال لي انت ليش تظل قاعد وهذا؟ اطلع اشتغل. لا اشتغلت وياه، قمت اصبغ سيارات يعني احك سياره من الفرج على الحديد. فهذا الشتاء اللي يمر على بشر انا اشتغله. برد انا اشتغله، اقول في سبيل ما اريد احد يمن علي. زين كان بها بقتها راتب ما عندي. ما كنت تاخذ مصروف من والدك؟ والدي كان يعطيني بس انا ما اخذ منه، رجعت عليه مصروفه. هو حس ان انا سمعت اللي كلامه. فما اخذ بعد من عنده. المهم ظليت اشتغل. الحمد لله اشتغلت صباغ مال سيارات، اشتغلت ابيع ملابس. وكنت ارسم وانا صغير، ارسم على الحيطان. فهاي الهوايه داخلي بقت عندي. فاللي العيشه اللي خلتني اتركها. ما اقدر يعني ارسم، والمواد ما عندي بيها وقتها. فظليت ارسم ارسم اخر شيء. شفت بعد يعني الرسم ما بي فايده. اولا راتب رعايه 200 وعندي هاي ما تكفي، وباكيتها قاعد ايجار. زين وباكيتها قاعد ايجار. صراحه يعني الدوله ما مهتمت لنا، كل اهتمام بالمعوق ما مهتمنا. وما هسه انا ما احس على المعوق، لا خلتني ما احس. ليش؟ لان اشتغل.